أني ابن سويدة الحرة الأبية، ابن جبل العرب الأشم. اليوم بوجه رسالة لأحرار سويدة الشرفاء، لأحفاد سلطان باشا الأطرش اللي رفعوا سيوفهم ضد ظلم الفرنسيين والاحتلال الفرنسي. من شان شو؟ من شان الدفاع عن العرض والشرف والأرض. اليوم أنا بلخيكن نخوة أصايل، نخوة شرفاء، وبقولكن تعالوا لحتى نمد إيدنا لإيدين أهلنا وإخواننا بالجولان وبحوران لنرد الظلم عنهن وعن أنفسنا، لأنه هذا النظام عمل المستحيل ليجعل التفرقة بيننا وبين أهل هالوطن الواحد. نحن كلياتنا أولاد هالبلد، ما في فرق بيننا وبين أي حدا ثاني. اليوم بدعيكم يا شرفاء سويدا، يا أحرار سويدا، يا أهل الناموس والنخوة والكرامة، تعالوا لنوقف بصفوف إخواننا وما نكون مصيدي للنظام يحطنا بالصفوف الأولية ونحن عم نحتمي فيه. التاري هو اللي عم يحتمي فينا. معقول يكون صرنا مضحكة لهالدرجة؟ هالبلد وهالثورة إلنا، هذا النظام زائل ومش راح يضللنا. وآخر شيء نقعد نقلع شوكنا بإيدنا ونقول يا حصرتي. أخي الدكتور فيصل قاسم يسأل: هل من مصلحة أهل السويداء الوقوف مع نظام الأسد أم الوقوف مع الشعوب الثائرة في جميع أنحاء سوريا؟ يا زلمي هذا حكي؟ طبعا رح نوقف مع أهلنا وناسنا وإخواننا أحرار سوريا كلها، هاي البلد إلنا. صاح الجولان ويا نشامة ويا هالي، صاح الجولان ويا نشامة ويا هالي، أهل الكرامة من الدور الأولي، أهل الكرامة من الدور الأولي.